سي مرشد، اليوم رفعتوا استفسار على اللوحة التذكارية تاع السي عبد الله الشرقاوي، سميتو الشارع الوزيد بالاسم ديالو، يعني تكلمنا شوية على المبادرة وعطينا نبدا على شكون هو السي عبد الله الشرقاوي. هذه المبادرة اتخذت تم التصويت عليها في 2012، تم التصويت بإجماع أعضاء المجلس سابقا على تسمية هذا الشارع بسي عبد الله الشرقاوي، واللي نظرا لمال الرجل من خصال حميدة. أنا منتخب معاه منذ 1999 وكان يعطينا درس في الانفتاح وقبول الرأي الآخر، قبول الانتقاد، لأن أنا كنت غير ما مرة أرفض مجموعة من النقاط التي كان يقترحها، ولكن كان دائما رد فعله رد فعل ديال الأبوي، رد فعل ديال إنسان منفتح كيقبل بالرأي الآخر غير متعصب لفكرة ما. سي عبد الله الشرقاوي يمكن جا هذا الشيء من خلال النضال دياله كمناضل في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، كمناضل يساري، كمناضل قومي، لأنه تلقى دراسته بسوريا وكان عنده هذا الفكر ديال النضال القومي. إذا بالإضافة إلى المهام الكثيرة اللي تقلدها كنقابي كذلك في المكتب الشريف للفوسفات، إذا هذا السيد هذا الزخم ديال التجربة ديالو كانت كتبان من خلال ردود فعله، من خلال انفتاحه على الآراء كلها، الاستماع إلى جميع، وهذا هو اللي اليوم كنشوفوه من خلال الحضور، لأن إلا شفتي حضروا مجموعة ديال المنتخبين السابقين باختلاف أطيافهم السياسية والحزبية، هذا تعبير على ما للرجل من قيمة، ما للرجل من عزة ومن اعتزاز من طرف المنتخبين. التجربة الجماعية على مستوى الدار البيضاء علمتنا أن الرئيس الجماعة يطلق الأسماء بالاسم الشخصيات اللي تنتمي للحزب ديالو، دابا شفنا بأن رئيس المقاطعين تنتمي لحزب تجمع وطن الأحرار، تطلق اسم شارع لرجل يعني تعرف كواحد من الاتحاديين حزب الاتحاد الشرقي. كنظن هذه من القيم اللي تعلمناها من سعد الله الشرقاوي، هي عدم الانغلاق الفكري، ضرورة أنه يمكن نختلفوا حزبيا ولكن ما كنختلفوش من حيث المصلحة العامة. لهذا فهذا مساج ديال الوفاء اللي احنا بغينا، وأنا شخصيا بغيت ندوزو بأننا حتى احنا في التجمع الوطني الأحرار منفتحين، حتى احنا عندنا بغينا نخلقوا واحد التجربة اليوم، تجربة الانفتاح والقبول بالرأي الآخر، المهم فيها هو تنمية منطقتنا منطقة مقاطعة المعارف،